السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اعلمي بأن الله رزاق قوي متين. أنصحك بنتي كل ليلة اقرأي سورة الواقعة كل ليلة، قريها قبل ما تنسي سورة الواقعة، وفي الصباح الباكر بقيت تقول الاستغفار بالنهار، الاستغفار الاستغفار، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، إلى أيام معدودات. وديك الساعة رد علي الخبر واش ربي غيفتح لك باب الرزق أم لا، لأن هذا صدق قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأخبرنا أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن من قرأ الواقعة بالليل لا يمس الفقر بالنهار. وهذه الوصفة يا ما ذكرتها في الإذاعة، وعدد كبير من الناس كنعرفهم الحمد لله كلهم تبعوها، ودابا الآن يعيشون في بحبوحة بحبوحة من العيش. ربنا أكرمهم وفتح لهم أبواب الرزق ورزقهم من حيث لا يحتسبوا، للرزق جاهم من حيث لا يحتسبوا، يكون إنسان جالس حتى كتفتح لي باب الأبواب ديال الرحمة ديال الله عز وجل وما أكثرها وما أوسعها. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم رزقا حسنا طيبا مباركا، وأن يجعل الغني منا يعطي لأخيه الضعيف ويوسع عليه. وأسأل الله لنا ملكا أن يحفظكم ويرعاكم ويبارك فيكم. وتحية كبيرة لأهل تزنيت، هذا الإقليم اللي خصو واحد الاهتمام واحد دعم إضافي، خصوصا وأن فيه العلماء وفيه المحدثين وفيه الفقهاء وفيه أهل القرآن وفيه الناس المتواضعين، معروفين إقليم تزنيت الناس فيه متواضعين للغاية وهم متشبتين بالدين وعايشين واحد العالم اللي هو عالم محافظ وعالم قنوع. أسأل الله تعالى أن يفتح لهم باب الرزق وباب الكرم وباب العطاء. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.